السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة براقي، إذن نتلاحظ نشاهد نتابع الأشغال تاع التهيئة تاع واد الحراش. وهنا نشوف المدخل تاع المنطقة تاع التهيئة تاع واد الحراش. هنا نلاحظ المدخل، هنا طريق جديد للزوار و يعني لي فيزيتور. اذا هذه هي تهيئة، راهي مازال نتاع الملاحق، وسوف يكون فيها اكيد يكون فيها باركينج واشياء اخرى. نزيد نشوف بعض المناطق أخرى عن تهيئة نتاع واد الحراش. هنا نشوف فيه تهيئة حول الجسر تاع المترو. وسوف يكون لنا كذلك فيديو عن مدينة براقي على كل ما يجري في المدينة ويعني التهيئة تاعها، وكل يعني بخاصة أن المدينة الآن أصبحت معروفة عالميا، يعني الاسم تاع براقي أصبح يتداول في كل دول العالم بسبب ملعب براقي اللي معروف، ملعب اللي نسمو الديلا. إذن سوف نتعرف إذن على مدينة براقي في الفيديوهات القادمة. إذن تابعونا على القناة، واللي مازال ما دارش لابونمون يدير لابونمون ويفعل الجرس باش تصلوا كل الفيديوهات على اللي تنشر على القناة، وهي المشاريع في الجزائر والبنى التحتية والتهيئة العمرانية قضية تطوير المدن في الجزائر وكل ما له علاقة بالاقتصاد في الجزائر. إذن الآن رانا هنايا في هذه التهيئة الجديدة التهيئة تاع واد الحراش على مستوى براقي، لكن من جانب آخر يعني سيجمون واحد آخر. وهنا نشوف في الأفق الجسر نتاع المترو نتاع مدينة إذن الجزائر العاصمة المتجه باتجاه إذن مدينة براقي. هنا نلاحظ التهيئة يعني مكتملة نوعا ما، يعني بقات بلي دي روتوش، بعض الروتوشات، وكذلك الواد اللي لاحظ انه لابد يعاود يعني هذا يعاود التنقيه تاعو، لابد من الصيانه، لازم الصيانه. اذا هذه هي التهيئه. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.